بشكر حضرتك جدا يا دكتور أيمن، شكرا جزيلا على ما حضرتك تكتب الإيميل. السيشن اللي جاية هتكون مع دكتور محمود فوزي من جيرماني، وانا صراحه مستنيه التوك دي لانه نموذج يعني غير النموذج مشرف، بس هو نموذج اللي هو بيعمل الماستر بتاعته في اريا وبيشتغل كمان في شركه في نفس التكنولوجي او في نفس الكارير بتاعه، فده بالنسبه لي انترست جدا ان انا اسمعه. اتفضل يا دكتور محمود. السلام عليكم، مساء الخير. هل الصوت واضح والسلايدز باينه؟ بس قبل ما ابتدي، الصوت واضح جدا. والسلايدز تمام؟ انا تمام حالا هعمل فول سكرين. تمام كده، تمام تمام جدا. مساء الخير، والسلام عليكم جميعا لكل الحضور. انا بشكر جدا دكتور ابو العلا ودكتور شيرين على الانفيتيشن الايفنت الجميل ده، وشكرا جدا على مجهودكم في التنظيم. يعني انا لسه مش دكتور، يعني انا لسه ماسترز ستودنت. اتمنى يعني ان الواحد يوفق في الاكاديميك تراك بتاعه. انا النهارده هتكلم عن الكمبيوتيشنال سوشيال ساينس. الاول بس اعرفكم بنفسي، انا محمود فوزي، اتخرجت من هندسه عين شمس في 2018 قسم كمبيوتر انجينيرنج. بعدين وانا في الباتشلرز ستاديز بتاعتي يعني اشتغلت في كذا مالتي ناشونال كومباني زي فودافون، دليفري هيرو، ليوني، وكنت بروجكت مانجر في جمعيه رساله للاعمال الخيريه، وده اللي حمسني اكتر ان انا اكون مهتم بالكمبيوتيشنال سوشيال ساينسز. بعد ما اتخرجت اشتغلت سنتين في الاوتوموتيف جاينت، طبعا فاليو، يعني توب امبلوير في مصر اخر 3 سنين، وفي نفس الوقت كنت تيتشنج اسيستنت في جامعه عين شمس قسم كمبيوتر برضو. حاليا انا ماسترز ستودنت في جامعه زارلاند في المانيا، وديتا انجينير في سمول او ميديوم كوربريت اسمها دي اتش سي بزنس سولوشنز. طيب بالنسبه لزارلاند، انتوا عارفين المانيا زي امريكا بلد فدراليه، فزارلاند هي واحده من ال 16 ولايه بتوع المانيا، هي على حدود فرنسا في الجنوب الغربي. من المعلومات اللطيفه يعني ان هي اقرب لباريس ولندن وامستردام من برلين اللي هي عاصمه المانيا نفسها. بلد موقعها جميل جدا للناس اللي بتحب السفر يعني، والطبيعه فيها حلوه ومش زحمه يعني. الأهم بقى من الكلام ده هي زارلاند انفورماتكس كامبس، طبعا جامعة زارلاند أكبر مؤسسة فيها هي زارلاند انفورماتكس كامبس المتخصصة في علوم الكمبيوتر ساينس. هي بتتكون من 3 ديبارتمنتس، كمبيوتر ساينس، ماثماتكس، ولانجوج ساينس اند تكنولوجي، وهم بيتعاونوا مع بعض عشان يقدموا 21 بروجرام بتكفر كل الأرياز بتاعة الكمبيوتر ساينس، امبيدد سيستمز بقى، سكيورتي، اي اي، ميديا انفورماتكس، وهكذا يعني. نقطة القوة الأساسية، طبعا أنا نسيت أقول إن زارلاند يونيفرستي يعني واخدة رانكينج عالي جدا في أغلب التصنيفات المعتد بيها يعني زي كيو إس وأرو. ونقطة القوة الأساسية في الجامعة هي الريسيرش انستيتوتس اللي فاتحة عندنا زي دي إف كي أي وسيسبا. دي إف كي أي طبعا متخصص في الـ AI، سيسبا في السكيورتي، وإم بي أي اللي هو يعتبر تاني أكتر مكان بيببلش بيبرز في الكمبيوتر ساينس في أوروبا كلها، وتاني أحسن مكان ممكن الواحد يعمل فيه البي إتش دي بتاعته. الجميل في زيرلاند برضو ان هي انترناشنال انفايرمنت، يعني انت مش هتحس انك غريب، هي كل الناس اصلا من جنسيات مختلفة. في حوالي 800 ريسيرشر و 2000 ستودنت من 81 دولة مختلفة. طيب ابتدي بقى التوك بتاعي عن كومبيوتيشنال سوشيال ساينسز. طبعا السوشيال ساينسز احنا عندنا في مصر ساعات بنقول عليهم ادبي، بس هي السوشيال ساينسز في العالم كله معروف ان هي اعقد العلوم، سواء البوليتيكال ساينس، الايكونومكس، السايكولوجي، الانثروبولوجي، وهكذا. والعلوم دي الحقيقه هي اصلا اللي بتدرايف الابلايد ساينسز في الاتجاهات اللي احنا بنريسيرش فيها. يعني التغيرات في السوشيال ساينسز والسوشيال دايركشنز بتاعت المجتمعات هي اللي بتحدد احنا بنعمل ريسيرش في ايه. الايكونومي هو اللي بيدرايف الاندستري، البوليتكس هي اللي بتدرايف الريسيرش، وهكذا يعني. فمهم جدا ندرك اهميه السوشيال ساينسز. هبتدي بقى اتكلم عن الهيستوري اللي خلانا نستخدم الكمبيوتيشنز في حاجه زي كده. من الهيستوري في القرن ال 18 الفيلسوف المشهور جون جاك روسو قال مقوله مهمه جدا، وهي ان مجموع الرغبات الفرديه للبشر مش هو لا تساوي مجموع الرغبه الجماعيه للمجتمع. يعني السميشن بتاع الفولونتي بارتيكولي اللي هو الفولونتي دي تو مش هو الفولونتي جنرال بتاعه المجتمع. وده نقدر نفهمه مثلا ان احنا كلنا مثلا ما بنحبش يبقى في رادارات على الطريق، بنحب نسوق بالسرعه اللي احنا عايزينها، نسرع نبطئ براحتنا.
بس على المستوى الفردي. لكن لما تتخيل ان كل الناس اللي حواليك ماشيه على 180 و200، لا هتفكر انه لا فعلا احنا كمجتمع عايزين نعمل سبيد ليميت وقوانين للسواقه وهكذا يعني. ايمانويل كانت احد اهم الفلاسفه، وممكن نرجع نتكلم عنه تاني لو فضل الوقت. قال انه يبدو ان الجواز والخلفه والطلاق وغيرها من السوشيال فينومينا بتكون عرضه للرغبه الشخصيه بتاعت الفرد. كل شخص بياخد قرار في حاجه زي كده على مزاجه، ولكن الباترنز اللي موجوده في التيبلز السنويه للبلاد المختلفه بتسجست انه لا فعلا المجتمع فيه باترنز ثابته لهذه الظواهر، مش راندمنس قائمه على الرغبه الفرديه للاشخاص. كذلك ادم سميث بيقول انه الشخص لو عارف الباترنز اللي موجوده في التيبلز دي وبيحاول ان هو يتصرف على اساسها علشان يكومبلاي معاها، مش هيتصرف زي ما هو بيتصرف بالرغبه الفرديه بتاعته علشان يكومبلاي معاها. بمعنى ان احنا برغبتنا الفرديه لما بناخد قرارات مختلفه في السوشيال فينومينا المختلفه بنكومبلاي مع التيبلز اكتر من لو كان قصدنا ان احنا نكومبلاي مع التيبلز. وهنشوف الكلام ده في ظواهر قدام يعني. طبعا من الموتيفيشنز الكبيره جدا لفكره ان احنا نستخدم الكمبيوتيشنز في العلوم السوشيال هي ان الريبليكيشن كرايسيس، فكره ان الاكسبيرمنتس في العلوم دي صعب جدا ان احنا نعملها ريبرودكشن او ريبليكيشن. علم زي السايكولوجي مثلا، اتنين من كل ثلاث تجارب في السايكولوجي بينفع نكررهم. بمعنى ان احنا لو عملنا تجربه نفسيه مثلا بنقيس مقدار خوف الناس من حاجه او اقدامهم على حاجه او كده، نسبه ان انت تقدر تكرر التجربه دي على مجموعه مختلفه من البشر لا تتعدى 35%. فده طبعا مشكله كبيره بتضرب في الـ الفاليديتي بتاعت الثيوري دي. كذلك مثلا بنعرف ان في سوشيال ثيوريز معينه، اغلب السوشيال ثيوريز اكشولي لو انت وصلت الاكيرسي 20% فانت كده فعلا وصلت للسوشيال ثيوري فاليديتد، و ممكن انك تببلشها في احسن الجورنالز واحسن الكونفرنس. وده طبعا رقم قليل جدا، احنا كناس بتوع ابلايد ساينسز في ابلكيشنز كتير بنوصل فيها الاكيرسي 95% وبنشوف ان دي اكيرسي غير مقبوله. وبالتالي ده كان موتيفيشن ان احنا نبدا نستخدم البيج داتا في العلوم اللي زي دي. هتكلم عن ثلاث امثله فيهم سيمبل اناليسز ما فيهمش كمبيوتر ساينس كونتريبيوشن او ماشين ليرنينج بارت، وبعدين هتكلم عن تو اكزامبلز فعلا فيهم ماشين ليرنينج بارت وكمبيوتر ساينس كونتريبيوشن كبير. اول مثال هو ويب سايت اوكيوبيت. الويب سايت ده هو المعمول للديتنج، يعني للتعارف ما بين الرجاله والستات علشان يعملوا علاقات وكده. فالراجل صاحب الويب سايت عمل كتاب عمل فيه اناليسز لحاجات كتير، ستاتستيكال اناليسز لحاجات كتير، لكن اهم الظواهر اللي هو عمل لها ستاتستيكال اناليسز هو سن الرجاله اللي الستات بيدوروا عليهم فيرسس سن الستات ده. يعني مثلا الست اللي عندها 20 سنه موستلي بتدور على راجل عنده 23 سنه وهكذا. بقى هنلاقي انه الكيرف مرسوم لاعمار الستات المختلفين، هنلاقي انه يعني في العشرينات الست بتدور على راجل اكبر منها بثلاث اربع سنين، وبعد كده بتبتدي تدور على راجل اقل منها في السن شويه بثلاث اربع سنين برضه. الكيرف ده بقى لو بصينا عليه للرجاله طبعا هنلاقيه يعني غريب جدا. هنلاقي انه الرجاله ايا كان سنهم بيدوروا على ستات في اوائل العشرينات عاده. الرجاله تحس انهم كونسيستنت يعني. طبعا الاستاتستيك دي الناس بتبص لها على ان هي فان فاكت، ولكن هي ابعد من ذلك بكثير. في مجتمع زي المجتمع الامريكي نسبه الطلاق فيه بتوصل 50%، ومجتمع زي المجتمع المصري حاليا حتى عندنا نسب الطلاق بترتفع ونسب الانفصال حتى اثناء الخطوبه بترتفع. فستاتستيك زي ده مهم جدا وبيمهد الطريق ان الناس تبص بعد كده طب هل دي بيولوجيكال فاكت، بيولوجيكال مثلا نيتشر عند الرجاله ان هم ينجذبوا بالشكل ده، ولا دي حاجه خاصه بالمجتمع الامريكي، ويبتدوا يشوفوا طب هل لو دي حاجه خاصه بالمجتمع احنا نقدر نغيرها او ناثر عليها. لان 50% نسبه طلاق معنى كده ان نص الناس مش بتتربى مع الاب والام البيولوجيكال بيرنتس بتوعهم، يا اما بيعيش مع مامته بس يا اما مع باباه بس. فدي حاجه ليها تاثيرات نفسيه طبعا. المثال الثاني هتكلم عن انفكشن كنترول، ودي نتورك مرسومه جوه مدرسه في فرنسا. على فكره الاناليسيس ده معمول من زمان، معمول في 2011 تقريبا، فده قبل حتى الماشين ليرنينج بومينج. فالنتورك جراف دي مرسومه للناس في الفصول، وكل شخص كل شخص من كل فصل بيتعامل مع ناس مين من الفصول الثانيه او من فصله. الكلام ده اترسم ازاي؟ هم لبسوا الناس حاجات زي الساعات كده زي سنسورز، فلما السنسورز دي بتقرب من بعض هو بيريكورد كونكشن او انفكشن. طيب حاجه زي كده كانت مفيده في ايه؟ على فكره هم عملوا الكيرف ده مش لكورونا مثلا، لكن هم عملوه للانفلونزا العاديه.
كانت مفيده في ان هم لقوا انه الانفكشن ريت، طبعا دي الكيرف اللي بالاسود الكبير ده الانفكشن ريت بتاع لو ما قفلناش المدرسه، لو سيبنا كل الفصول مفتوحه لما بدا انفكشن في فصل معين. لكن الثلاث كيرفات اللي تحت دول انترستنج جدا لان هم قريبين من بعض. لو انت قفلت المدرسه كلها هتحصل على الكيرف اللي بالاحمر ده، قفلت صف كامل خمسه ابتدائي كلها مثلا هتحصل على الكيرف اللي بالاخضر، ولو قفلت فصل واحد هتحصل على الكيرف اللي بالازرق. والنتيجه دي معناها انه اغلاق فصل واحد ما فرقش كتير عن اغلاق المدرسه كامله، ودي نتيجه مهمه جدا اقتصاديا، لان تخيل انك لما تيجي تقفل المدرسه هتضطر احد البيرنتس ان هو يقعد في البيت فما يشتغلش، فده بيأثر على الاقتصاد. احيانا تلاقي انه بيحتاج يودي ابنه حضانه فده بيبقى تكلفه اكتر عليه. فاناليسز زي ده مهم جدا نقدر نعمله على كورونا، بان احنا نشوف كورونا بتتنقل في مسافات عامله ازاي، ومش محتاجين سنسورز حتى ممكن نعملها دلوقتي بالموبايلات. اناليسز بسيط جدا ما فيهوش ماشين ليرنينج كونتريبيوشن لكن فيري فيري افكتيف. اخر مثال هقوله قبل ما اخش على الماشين ليرنينج بروجكتس هو الديجيتال فوت برينت. مجرد ان احنا بنعمل بروسيسنج للتويتس او الفيسبوك بوستس او غيره بنقدر ان احنا نرسم مابس لحقائق معينه، مثلا الهيت ماب دي خريطه امريكا وفيها بلوتنج لي الهيتريد مابس، الناس اللي بتكتب هيت سبيتش كتير سواء اجينست الريس الريسز المختلفه البلاك بيبل مثلا او الهومو سيكشوال بيبل او الديسابلد. فلقوا مثلا في شرق امريكا الهيت سبيتش اكتر شويه، في ولايه زي كاليفورنيا مثلا ما فيش هيت سبيتش خالص تقريبا. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا مثلا نقدر نستخدمها ان احنا نمنع حوادث تحصل، سواء مثلا فتنه طائفيه او سواء مثلا حاجه زي اللي حصلت مثلا في استاد بورسعيد في 2012 لما كان في تصعيد كبير بين الجماهير الاهلي وجماهير المصري وهكذا. يعني برضو بيرسموا مابس زي دي مثلا للاثنيكس، مثلا الوايت بيبل والبلاك بيبل والايشن بيبل، عن طريق ان هم لاحظوا بس ان في باترنز معينه في الدايلكت بتاع الانجليش كل اثنيك بيستخدمها. هتلاقي الوايت بيبل بيستخدم انجليش بدايلكت معين، الايشنز بدايلكت معين، البلاك بدايلكت معين. فقدر ان هو يرسم ماب بيقول فيها مثلا المنطقه دي البوبيوليشن فيها اغلبه بلاك بيبل، المنطقه دي اغلبه وايت بيبل. تقدر كمان تتجاوز ده لانك تعرف البوليتيكال ستاند، تعرف تعرف حاجات كتير الجنسيات طبعا. لو عملت بروسيسنج للغه ابلكيشن ده ابلكيشن زي ده مهم جدا لاجهزه الامن مثلا، وخصوصا مثلا في مصر لو احنا بنتكلم ان احنا عندنا مشاكل مع دوله زي اثيوبيا مثلا، فانت تقدر تعرف البوليتيكال ستاند بتاع كل مكان في اثيوبيا عامل ازاي، وايه مثلا موقفهم من مشروع زي سد النهضه، مين ممكن يكون مستفيد لو المشروع ده ما كملش، وتبتدي تشتغل على حاجه زي كده. اخر اكزامبل في الديجيتال فوت برينت هقوله هو ناس اشتغلت في الناتشرال لانجويج بروسيسنج لاحظوا انه في كوريليشن ما بين السيرشز بالعربي على كلمه اليونان وتدفق اللاجئين من سوريا والعراق وتركيا طبعا الى اوروبا مباشره بعد ما الناس بتبتدي تدور على كلمه جريس بالعربي. وده نابع من فكره ان السوشيال ساينتستس عارفين ان اغلب الناس السكان في الاريا دي لا يتقنوا الا اللغه العربيه، اغلب اللاجئين لا يتقنوا الا اللغه العربيه، وبالتالي السيرشز اللي بالعربي دي قدرت تعمل لها فلترنج، وبعدين قدرت تقيس الكوريليشن ما بينها وما بين تدفق اللاجئين بعدها على طول. لو شفنا الكيرف هتحس ان الكيرف بتاع السيرشز هو الكيرف بتاع التدفق بس شيفتد في التايم شويه. كذلك مثلا السيرشز بعد كده من الناس اللي جوه اوروبا عن الترجمه للالماني وهم جوه اوروبا لقوا ان هي كوريليتد جدا جدا مع طلبات اللجوء اللي بتتقدم لألمانيا. يعني الناس اللي كانت بتترجم من عربي لألماني على طول بعدها على طول بتلاقي ان الكيرف برضو بتاع اللجوء كوريليتد جدا. طبعا بحاجه زي كده تقدر ترسم اصلا خط السير بتاع اللاجئين وتقدر تتوقع اللاجئين السنه اللي جايه، وابلكيشنز كتير جدا جدا. يعني هتكلم بقى عن تو بروجكتس سريعا. الحته فيهم الزياده ان هم فيهم فعلا كمبيوتر ساينس كونتريبيوشن وماشين ليرنينج، فهي مشاريع كبيره مش مجرد ستاتستكس واناليسز. لو انت عندك سوشيال اكسبيرينس في حاجه معينه فتقدر تعمل اناليسز وستاتستكس بسيط، زي مثلا ان انت عارف طبيعه المجتمع السوري والعراقي ان هم اغلبهم بيتكلموا عربي وبيدرسوا بالعربي، او ان انت عارف مثلا الدايلكتس بتاعه اللغه، او ان انت عارف الهيت سبيتش عامل ازاي، لا او عارف الانفكشنز بتاخد بتتنقل. لا هو الموضوع هيبقى لازم يبقى فيه كمبيوتر ساينس كونتريبيوشن. ده طبعا ما بيقللش من السوشيال ساينس كونتريبيوشن زي ما انا هقول بعد كده، بس الماشين ليرنينج كونتريبيوشن بيبقى بروجكت اكثر تكاملا. المشروع ده من اكثر المشاريع الانسبايرنج بالنسبه لي، هو بيتوقع البوفرتي والويلث بتاعه الاشخاص من خلال الموبايل فون ميتا داتا. الموبايل فون ميتا داتا اللي انت بتتكلم قد ايه، بتبعت اس ام اس قد ايه، بتكونكت لانهي تاورز وهكذا. يعني
المشروع بدأ ازاي؟ هو ماشين ليرنينج بروجكت. الناس اللي مش عارفه الماشين ليرنينج سريعا هتكلم عنها في السلايد اللي جايه، ولكن باختصار يعني احنا في الاول بنشوف ايه الحاجات اللي ممكن تكون ريليتد للفقر والغنى في الميتا داتا بتاعه التليفونات. مثلا هل عدد المكالمات ولا عدد الاس ام اسز ولا الافريجز في الحاجات دي وهكذا. بعدين بنعمل حاجه اسمها فيتشر انجينيرنج بتبقى اوتوميتد. يعني احنا بعد ما خلصنا برين ستورمنج طلعنا شويه حاجات، بنبتدي بقى لا اوتوميت، نعمل سكريبتس كده تعمل اوتوميشن عشان تطلع لنا فعلا الفيتشرز الموست كوريليتد. بعد ما البروجكت خلص خالص، لقينا ان الفيتشرز الموست كوريليتد مش حاجات احنا طلعناها بدماغنا ويستحيل ان احنا نطلعها بدماغنا، زي مثلا الويتد افريج اوف اول فيرست ديجري نيبرز داي اوف ويك انتروبي اوف اوت جوينج اس ام اس فاليوم، الفوليوم اللي هو مقدار التغير في عدد الاس ام اس اللي الناس اللي حواليك بيبعتوها في الاسبوع. حاجه عمرك ما هتفكر انك تجيبها بدماغك يعني، ولكن هي حاجه اتضح بالارقام ان هي كوريليتد جدا مع الفقر والغنى. طيب الماشين ليرنينج باختصار هو ان احنا بيبقى عندنا انبوت واوتبوت، وبنحاول ان احنا نعمل فيتنج او مابينج فانكشن بين الانبوت والاوتبوت ده. يعني انا جيفن الانبوت وجيفن الاوتبوت، انا اللي برسم المابينج فانكشن اللي ما بين الانبوت والاوتبوت عن طريق الجوريزمز يطول شرحها، وطبعا مش انا احسن حد يتكلم عنها يعني، ولكن الموضوع كبير جدا وفي دبث كبير جدا جدا جدا. فباختصار انا مثلا عندي بيانات التليفون ل100,000 بني ادم مثلا، وعندي بيانات هم اغنياء ولا فقراء، فبحاول ان انا ارسم المابينج فانكشن اللي بتماب الفيتشرز دي للاوتبوت ده، بحيث لو جالي الشخص رقم 100,000 واحد اللي انا عمري ما شفته قبل كده، اقدر ببيانات التليفون بتاعته بس وانا مش عارف الويلث داتا بتاعته، اكسبكت الويلث داتا بتاعته بدقه كبيره. فهم عملوا سيرفي ل1000 بني ادم بس، ما احتاجوش 100,000 بني ادم ولا حاجه، حوالي 856 بني ادم، خدوا الفيتشرز بتاعتهم، خدوا الريسبونسز بتاعتهم عن موضوع الويلث، سواء بقى الفلوس اللي عندهم، سواء ال 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 الاسيتس اللي عندهم، بيوت عربيات وهكذا. وبعدين طبعا دي سوشيال بارت، لازم يبقى عندك سوشيال ساينتست هنا، انت مش هتقدر انت ككمبيوتر ساينتست تتخيل ايه هي الاسئله اللي المفروض تسالها دايما. وبعدين عملوا المابينج فانكشن دي، وبعدين بقى عملوا المابس الجميله اللي قدامنا دي. الماب الزرقاء اللي على الشمال دي هي الماب اللي الماشين ليرنينج موديل طلعها، قدر يطلع الارياز اللي فيها ويلث كبير والارياز اللي فيها ويلث اقل. الماب اللي جنبها هي الماب اللي طلعت بالمانوال سيرفيينج، ان الحكومه البروجكت ده تم تطبيقه في رواندا، دي خريطه رواندا. فالحكومه الروانديه قعدت سنين تلف على الناس تعمل استطلاعات راي وتعرف هم الويلث بتاعتهم عامله ازاي، ورسموا الخريطه دي. طبعا واضح جدا الماشين ليرنينج موديل جايب اكيورسي عاليه جدا. مش بس كده، الماشين ليرنينج موديل كمان بيقدر ان هو يطلع مور فاين جريند مابس. فمثلا لو الخريطه الزرقاء دي هي خريطه بالمركز مثلا، فلا انا كماشين ليرنينج موديل اقدر اطلع لك الخريطه الحمراء دي فتبقى بالقريه. لو انت هتقدر تقول لي كل مركز مثلا الثروه فيه عامله ازاي، انا هقول لك لا ده كل قريه او كل نجع الثروه فيه عامله ازاي. طبعا البروجكت السيرفي اللي الحكومه الروانديه عملته كلفهم 10 مليون دولار واستغرق عدد سنين كبير، بينما هذا الماشين ليرنينج موديل استغرق سنتين شغل فقط وكلف 20,000 دولار. فده فرق رهيب في التكلفه. اخر حاجه طبعا، بما ان انتخابات امريكا، انا خلاص فاضل 3 دقائق بالظبط. اخر حاجه هقول بس الناس تتعلم ده ازاي، واخر بروجكت. البروجكت ده طبعا بما ان الانتخابات فاضل عليها كام يوم، ده طبعا كامبريدج اناليتيكا ازاي خلوا شخص زي دونالد ترامب يكسب الانتخابات في الولايات المتحده الامريكيه. هو نفس الماشين ليرنينج بروجكت، هو في البدايه بتعمل داتا كولكشن. داتا كولكشن ده ان انت بتجمع، طبعا هنا انت محتاج سوشيال اكسبيرينس اكتر من اي حاجه، اكتر من المشروع اللي فات. المشروع اللي فات حتى انت ممكن تتخيل الناس الويلث بتاعتها عامله ازاي وبتاع من خلال الاسيتس او الفلوس او كده، لكن هنا عشان تسال الناس اسئله تقدر تعرف ايه البوليتيكال انترست بتاعتهم، محتاج بوليتيكال ساينتست قوي جدا. كذلك الفيتشر انجينيرنج، عشان تعرف ايه هي الفيتشرز المؤثره في البوليتيكال ستاند، محتاج سوشيال اكسبيرينس. الماشين ليرنينج موديل خلاص انت جمعت داتا من الناس، جمعت داتا عن البوليتيكال ستاندز، وعندك اصلا اللايكس والانتراكشنز بتاعتهم على السوشيال ميديا، جمعتها بشكل غير قانوني من فيسبوك وتويتر. عملت الماشين ليرنينج موديل، بدات تعمل تارجت ادفرتايزمنت، والله الشخص ده عنده عنصريه ضد السود او ضد هجره العرب والمسلمين، فاعمل له اعلان ان ترامب هيقفل الحدود. الشخص ده لا شكله محترم شويه ويهمه النهضه الاقتصاديه فعلا وخلاص، اعمل له اعلان عن السياسه الاقتصاديه والنهضه الاقتصاديه وهكذا. طبعا كامبريدج اناليتيكا قفلت بسبب البريتش للداتا، ولكن في شركات زي كامبريدج اناليتيكا لسه موجوده زي اي كيو ام واكسيس، وبيشتغلوا برضو في الانتخابات ولكن بشكل ليجل.
وكذلك لازم ناخد بالنا ان جوجل، فيسبوك، ابل، امازون، مايكروسوفت، كل شركه في البيج فايف عندهم كومبيوتيشنال سوشيال ساينس ديبارتمنت كبيره شغاله بتعمل الاناليتكس دي علينا علشان تعمل بروفيت. فلازم الواحد يقدر اهميه التوبيك ده وفي نفس الوقت تاثيره على حياته الشخصيه. يعني اخيرا، ايه هي السكيلز اللي مطلوبه عشان تشتغل في حاجه زي كده؟ السوشيال ساينسز نفسها طبعا، بوليتيكال ساينس، سايكولوجي، ايا كان بقى الواحد مهتم بايه، statistics، math باك جراوند قويه، ماشين ليرنينج طبعا بالتاكيد، ناتشرال لانجويج بروسيسنج عشان تقدر انك تعمل حاجات زي مثلا بتاعه اللاجئين، نتورك اناليتكس عشان تقدر تعمل حاجه زي الانفكشن كنترول، داتا ايثكس عشان شركتك ما تقفلش زي كامبريدج اناليتيكا وتجمع الداتا بشكل يحترم برايفسي الناس. بما ان انا في المانيا، انا عارف الريسيرش جروبس المهتمه بحاجه زي كده هنا، لكن هي طبعا حاجه في العالم كله هتلاقيها موجوده. شتوتغارت يونيفرسيتي في ديبارتمنت كامل في كومبيوتيشنال سوشيال ساينس، جامعه اخن احسن، احد احسن الجامعات في المانيا، فيها برضو ريسيرش جروب كبيره في الموضوع ده. لو الناس مش متاح ان هي تتعلم حاجه زي كده في الجامعه بره، ممكن في كورسيرا سبيشاليزيشن عامله مارتن هيلبرت، اللي هو اصلا بيدي الكورس ده في جامعه كاليفورنيا، برضو عظيم جدا. في السي اس اس سمر سكول بتاعت برلين موجوده على اليوتيوب كامله، في السمر انستيتوت اوف كومبيوتيشنال سوشيال ساينس بتاعت جامعه برينستون برضو حاطه اليوتيوب بتاعها. انا طبعا تحت امر اي حد عنده اي اسئله. شكرا جدا على الوقت اللي اتحتوه ليا. يعني السيشن اللي بعدها مهندس عبد الرحمن الديلي من هونج كونج متواجد معانا في السيشن. السلام عليكم. اوكي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، انا موجود مع حضرتك. اوكي، بعد اذن حضرتك.